بعد الجدل اللي سببته الحلقة التجريبية اللي فاتت، وبعد ما رصدنا كتير من تعليقات الليبراليين عليها اللي 90% منها كانت عبارة عن شتيمة وسب دين، اتبقى لنا 10% بس تعليقات مفيدة. شلنا 5% منهم لأنهم كانت عبارة عن حرف واحد متكرر مش فاهمينه، وال5% الباقيين بيدوروا حول إن أنتوا الإسلاميين يعني عبارة عن تجار دين ومتأسلمين. فقررنا نسكت خالص ونتعلم ديننا من أول وجديد على إيد الليبراليين. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد بردعي المنتشاوي. نقول والقلم وما يسطرون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وبعد أن سمعنا قراءة البوب عن عاصم، ننتقل الآن للقارئ الشيخ إبراهيم بن عيسى الحملاتي. هم اقرأوا كتابية، هم سلطانية 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 سلطانية، لا ده سلطانية مش سلطانية، لا سلطانية. والآن مع درس الفقه لدكتور الفقه المقارن عمرو فرفور حمزاوي، يشرح لنا من كتاب فقه الزواج الليبرالي. انا بص، الفكره الديمقراطيه كلها قايمه على عظيم الاختيار. مش بس عشان حاضر يعني انت شايف عظيم الاختيار موافق؟ انت بتسالني انا موافق؟ طبعا موافق ان هو يكون متاح كاختيار ان واحده مسلمه تتجوز واحد مسيحي. انا مش شايف ان دوت في اي انا يا فندم بفهم. اسمع انا عارف، انا بقول لك، انا بقول لك رايي بصراحه، هل اغلبيه المجتمع هتوافق على رايي ولا لا دي حاجه تانية، لكن عشان اكون متسق مع افكاري ومع قناعاتي انا شايف ان الاختيار دوت لازم يكون متاح للمواطنه وللمواطن، ان في احوال تصرف قانون دي ديمقراطيه. وبخصوص الزواج وقضايا المراه نشاهد الان فضيله الشيخه اسهال بركه. احنا قلنا كلمتنا. الحجاب ليس فريضه، لا يوجد في القران الكريم والسنه ما يفرضه على الناس، واللي موجود اشياء كلها يعني تفهم بمعنى. حضرتك فسرتي الايات الاربعه في القران بان هم ليسوا معنى الحجاب بمعنى غطاء الراس. انا ما فسرتش، انا ما فسرتش، نقلت انا تفسير. جبت تفسير القدماء. تفسير القدماء. عودي يا هاريس، عودي لاخي تاتون. ومعنا اتصال تليفوني. مدام تهاني من اسكندريه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصراحه انا شفت فتوه الشيخه اسهال بس انا مش مقتنع. طب حضرتك بتثقي في مين يا اهل العلم؟ الشيخ ابراهيم عيسى. طب نشوف راي الشيخ ابراهيم عيسى ونرجع تاني. مفيش حاجه في الدين اسمها حجاب، حجاب المراه شيء لا وجود له في الدين. الحجاب بمعناه غطاء الشعر واللي بنشوفه في حياتنا المصرية أو حياتنا العربية، ما مش موجود في القرآن حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده. اللي موجود حجاب اللي هو المكان الحاجز، ها ده الحجاب، ده اللي موجود في القرآن. ولما تدور كمان ما فيش في السنة النبوية أي حديث شريف بيقول تحجبي، ما فيش كلمة تحجب دي، حتى كلمة التحجب والمحجبة دي مفردات، مفرداتنا احنا. شفتي يا مدام تهاني؟ مدام تهاني؟ مدام تهاني؟ مدام تهاني؟ أما الآن فمع درس الشريعة والواقع لنخبة من مشايخ التيار المدني. عمرو دلوقتي بتدعو إلى قطع يد السارق ورجم الزاني والزانية مثلاً؟ مش ده في أحكام اللي فاتتين؟ هل دي الدولة؟ هل دي الدولة والمجتمع اللي أنت عايزه؟ ليه ما تقدرش؟ ما تقدرش تعمل كده؟ هتنتهك حقوق الإنسان وهتبقى خارج المجتمع المدني. يا دكتور أسامة، هل هي هل هي دي الدولة اللي أنت عايزها؟ تقدر تعمل كده دلوقتي؟ هو مش الدين بتاعنا بيقول لنا كده؟ لا، وبني الاسلام على ايه؟ شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله، والصلاة والصوم والزكاة والحج والصلاة والسلام. انت هتخليهم ستة بقى؟ هو ده الاسلام. لا، ما في احكام في الاسلام. أيوة، بعد كده دي مالهاش علاقة بدين الاسلام. أبا بتكلم على الاسلام انا من منطلقي كشخص، بقول انا لاسبقيتي الاولى النهارده ان اعلم ال 34% من الشعب المصري انه يقرا قران. علمهم، علمهم يا مولانا. نقول والقلم وما يسطرون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. معنا عادل من الغربيه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك كنت عايز اعرف من الشيخ البرادعي يعني ايه شريعه؟ سيد علي بن ابي طالب قال لك القران حمال اوجه. حمال اوجه. حمال اوجه. اتركوه فانه حمال اوجه. سلام. ايه؟ اتركوه فانه حمل اوجه. اتركوه.
خليكم بقى مع البرادعي عشان تفهموا يعني شريعه. صحيح. يعني بتقرا ادي القران. صحيح. ادي الشريعه. صحيح. بين العقل وبين النص، بين الـ 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 التفسير الباطني للنص والتفسير الظاهر. يعني الشريعه دي وربنا ادانا. انا مصري ما عنديش غير ان المسلم. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه، ده عايز يتعالج ويجينا. واترككم الان مع درس العقيده للمخرج الشيخ خالد يوسف. انا مع حريه العقيده بما فيها حريه الالحاد، صح ولا غلط؟ 100%. ده مش انا، ده ربنا والقران، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني فحريه العقيده مكفوله، اللي عايز ده ربنا ادى للناس اللي هو خلقهم حريه ان هم يكفروا بيه. انا اللي هاجي اقول انا ضد حريه الالحاد؟ لا، عايز يلحد يقول مليء بالايات اللي بتتكلم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي يا جماعه، هو اللي حفظكم الايه دي ما حفظكوش بقيتها؟ عشان في ناس هنا هتقول يبقى ما حدش يعتدي على الدين بقى، يبقى ازدراء ديان على طول، صح؟ لا مش صح. ازدراء الدين ازدراء لفكره، حتى لو كانت فكره مقدسه عند اصحابها هي برضه فكره. تبقى تهمه ازدراء دين الاغلبيه دي او تهمه ازدراء الدين السماوي دي تهمه باطله في رايي، وخصوصا نفس الدوله اصلا بترتكب جريمه في حق الحقوق لما تقول المواطن انت ما ينفعش تبقى بوذي ولا هندوسي ولا بهائي، دي اديان فاسده وبايظه. هي اصلا كسرت ميزان العدل وهي بتعمل كده. ما ينفعش الدولة تحمي أفكار المواطن ده من إن حد يمسها بسوء عشان مسلم، وما تحميش أفكار المواطن اللي واقف جنبه عشان ملحد، لا يجوز. هو أنت ما حرمتش؟ والآن مع درس السلوك والأخلاق مع الداعية عادل حمودة. بعدين ليه بنعتبر إن حتى ليه بنعتبر الجنس مشهد غير نظيف؟ عمرنا ما سمعنا كلمة تحرش جنسي إلا عندما تغطت المرأة في مصر. بنتي تعمل اللي هي عايزاه. اللي هي عايزاه تمثل مشاهد اغراء. بص حضرتك، بنتي تعمل اللي هي عايزاه، متى بقى عندها 21 سنه ومسؤوله عن نفسها. هي تصنع ما تشاء لان هي مسؤوله عن نفسها وهي اللي تقرر لنفسها. طبعا في موضوع زي ده ما يفوتناش البرابعي. لا يا رئيس انجلينا جولي مش اي كلام. بالظبط، وكلنا كنا طايرين منه. طب الراحه عليه. طيب تمام. احنا انت ما خفتش من البوسه دي يا دكتور؟ لا والله ما خفتش خالص. انا بقالي 50 سنه هي دي اسلوبي في السلام عشان مع عايش بره. مع سلام مع الناس. بقالك 50 سنه بتبوس؟ خش يا شيخ خالد يا واد يا نمس.